اوكي. تمام، إذا بدنا ناخذ عنوان جديد اللي هو شيء اسمه ليجند فيلد ثيوري. إذا في عندنا شيء اسمه موضوع جديد اللي هو ليجند فيلد ثيوري. شبيه بإيش أخذنا؟ شو عنوان شبيه فيه أخذنا؟ هو الكريستال فيلد. بالضبط، الكريستال فيلد. هلا لو بتذكر لما حكينا على الكريستال فيلد ثيوري، على ايش حكينا الكريستال فيلد ثيوري؟ على اي مدارات؟ بالكريستال فيلد ثيوري اي مدارات حكينا؟ شو امتحان؟ ما هو هذا امتحاننا. الدي اوربيتال خدناه. دي اوربيتالز فقط لا غير، خدنا انه في عندنا دي اوربيتالز اللي هم المدارات المثل ماشي الحال، وهدول مدارات المثل بصيروا عمليه سبليتنج وخصوصا بالاوكتاهيدرال ويعطوني التي تي جي والاي جي. تمام، اخذنا شيء غير هيك بالكريستال فيلد ثيوري؟ لا. فالكريستال فيلد ثيوري هل اخذت بعين الاعتبار عمليه التداخل ما بين المدارات الليجند ومدارات المثل نفسهم؟ لا، ما أخذت بعين الاعتبار هاي الشغلة. فإجت عندنا الليجند فيلد ثيوري. الليجند فيلد ثيوري، الليجند فيلد ثيوري هي عبارة عن تطبيق موسع للموليكيولر أوربيتال ثيوري. تتذكروها ولا ما بتتذكروها؟ الموليكولر اوربيتال ثيوري وين اخذتوها هاي الموليكولر اوربيتال ثيوري؟ ان 1 بالان 1 وبالمية واحد. تمام، الموليكولر اذا الليجند في الثيوري هي عباره عن تطبيق على ايش؟ على الموليكولر اوربيتال ثيوري. هلا اذا بتتذكروا الموليكولر اوربيتال ثيوري كنا نحكي زي هيك صح؟ على سبيل المثال إذا كان في عندي هذول S orbital مع S orbital و P مع P. تمام؟ ف S مع S شو بيعطيني؟ سيجما؟ أو سيجما شو؟ سيجما ستار. وشو الرمز اللي كنا نحطه عند سيجما؟ كان في عندنا رمزين اللي هم الجي واليو. اختصار لشو كانوا الجي واليو؟ أحرف الجي واليو يلا بعد كل للجرادة وأنجرادة. جي 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 بالجي جرادة وأم جرادة. اوكي، جرادة وأم جرادة اللي هي الايفن والأود، يعني the same or different الألماني باللغة إيش؟ الألمانية. تمام؟ فالسيجما كنا نحط لها رمز إيش؟ الجي. السيجما ستار اليو. بينما البي كمان كان إما سيجما أو سيجما ستار، وباي طبعا الباي يو والباي ستار اللي هم ايش؟ جي. صح؟ مش هيك كنتوا اخذتوا ولا ما اخذتوا بالطريقه هاي؟ هاي كانت عباره عن ايش؟ الموليكولر اوربيتال دايجرامز. موليكولر كنا نسميها الموليكولر اوربيتال دايجرامز. اوكي، موليكولر اوربيتال دايجرامز اللي هي اس مع اس وبي مع بي وهكذا. فعندنا السيجما اما احتمالين، اما بوندنج او انتي بوندنج.
السيجما اللي هي بوندينج، والسيجما ستار اللي هي انتي بوندينج. نفس الشيء سيجما، سيجما ستار او باي او باي ستار. تمام، ذكرتوها ولا ما تذكرناها؟ والله يا حلا ما بعرف، انا الصوت بيكون بيقطع عندك، يكون عندك مشكله من عندك. فذكرتوها ولا ما تذكرتوها المولكيولار اوربيتال ثيوري؟ ذكرناها، المفروض انكم تذكرتوها. تمام، المفروض انه ايش تذكرتوها. فبدنا نيجي نشوف كيف الليجند فيلد ثيوري هاي بدنا نطبقها على مين، على الكومبلكسز اللي عندنا. بدنا نطبقها على الكومبلكسز اللي عندنا، وعلى اي اوربيتلز راح يكون طبعا التركيز على الدي اوربيتلز للكومبلكس، ماشي الحال. وخصوصا راح ناخذ مين، الاوكتا هيدرال سيستم. اوكي، راح ناخذ الاوكتا هيدرال سيستم. اوكي، طيب هلا الليجندز انواع. الليجندز ايش انواع؟ زي ما اخذنا بالسبكتروكينيكال سيريز حكينا انه في منهم هاي سبين وفي منهم ايش لو سبين، وهكذا. حتى من ناحية الارتباط الليجند اكثر ايش، اكثر من نوع. فشو هم الانواع الثلاثة للليجندز؟ النوع الاول اللي هو بيكون الارتباط ما بين الميتال وما بين الليجند عبارة عن سيجما بوندينج. الارتباط ما بين الميتال وما بين الليجند عبارة عن ايش؟ عن سيجما بوندينج. اوكي، سيجما ايش؟ سيجما بوندينج. شو هو السيجما بوندينج؟ اللي هو بيكون في عندي اوكتاهيدرال كومبلكس، اوكتاهيدرال كومبلكس in which each ligand has a single valence orbital, a single valence orbital directed towards the metal in which each ligand has a single valence orbital directed towards ايش؟ the metal. Each of these orbitals has sigma symmetry, has sigma symmetry with respect to metal ligand axis. إذا octahedral complex in which each ligand، هيو لأنه في عندنا أكم من ليجند، ستة ليجند، has a single valence orbital directed towards the metal. Directed towards ايش؟ the metal. Each of these orbitals، لأنه في عندي ستة orbitals من الستة ليجند، has sigma symmetry. لما يكون الرابطة مباشرة، هي الرابطة اللي بنسميها sigma bond. Has sigma symmetry with respect to M L axis. فالارتباط
اللي هو دايركت على المحور مباشرة، هذا اللي بنسميه بيعطينا اللي هو السيجما إيش؟ سيمتري. عشان هيك بنسميها سيجما بوندينج. سيجما بوندينج. مين هي أهم الليجنز اللي بتعمل السيجما بوندينج؟ الـ NH3، NR3 حيث أني جروب عندي، CH3 CN، الإثيلين دايأمين، الـ H- والـ CH3-. هدول هم أهم الليجنز اللي بيعملوا إيش؟ سيجما بوندينجز. ماشي الحال؟ هدول هم أهم الليجنز، تكونوا عارفينهم، اللي بيعملوا إيش؟ اللي بيعملوا سيجما بوندينج. NH3 NR3 CH3 CN، إثيلين دايأمين، الـ H- و CH3 minus و CH3 minus، هذول بيعملوا اللي هم السيجما بوندينج. طيب، فاللي بيصير عندنا انه الاوربيتلز the orbitals of the central metal divide by symmetry into four sets. رح ينقسموا إلى أربع إيش؟ مجموعات. فشو هم هدول المجموعات؟ هنا زي جدول صغير رح نكتب فيه الميتال أوربيتلز اللي هي المدارات الخاصة بالميتال، ورح نكتب هنا السيمتري ليبل شو رح نصير نميزه، وهنا اللي هو الديجينيرسي يعني كم عدد المدارات اللي لهم نفس إيش الطاقة. طبعا إحنا لما نحكي على مدارات الميتال دائما نركز على الدي أوربيتلز، نركز على الدي أوربيتلز. ليش منركز على الدي أوربيتلز؟ لأن هم المدارات المسؤولة، هي المدارات الخارجية المسؤولة عن الترابط الكيميائي. بس الإس أوربيتلز موجودة ولا مش موجودة برأيكم؟ أكيد موجودة. أكيد موجودة بس ممتلئة لأنها داخلية. فالS orbital عادة السيمتري ليبل تبعه نعطيه الرمز A1G. A1G. فالS orbital أكم من نوع؟ إحنا عادة الS أكم من نوع؟ الS أكم من مدار؟ بالاس موجود بتعرفه واحد. فالديجينيرسي واحد لانه فقط عن مدار واحد اللي هو الاس. البي اوربيتلز كم من نوع؟ ثلاثة اللي هم البي اكس والبي واي والبي زد. هذولا الرمز تبعهم اللي هم تي تريبلت تي 1 يو، والديجينيرسي تبعهم كم؟ ثلاثة. لما نيجي على الدي أوربيتلز، الدي أوربيتلز أكم من نوع؟ خمسة. هل لما يعمل كومبليكسيشن حكينا بالأكتاهيدرال الخمسة بيكونوا نفس مستوى الطاقة ولا شو صار لهم؟ حكينا بالكريستال فيل ثيوري صار لهم سبليتنج، صح؟ صار لهم إيش؟ سبليتنج. ففي عنا ثلاثة اللي هم دي إكس واي والدي واي زد والدي اكس زد. هذول ايش اعطيناهم الرمز؟ دي تو جي. دي تو جي. والدي جينيرسي تبعهم ثلاثة انه لهم نفس مستوى الطاقة. وفي عنا كمان شو صفى عنا اللي هم دي اكس تربيع ناقص واي تربيع ودي زد
تربيع اللي أعطيناهم الرمز الإي جي وعددهم 2. فإذا رح نبل رح نستعيض عن الاس والبي والدي اكس والدي واي بالسيمتري ليبل هدول. فهدول بدنا نكون عارفينهم انه الاس الليبل تبعه رح يصير A1G، البي اللي هم T1U، الدي اكس واي والدي واي زد والدي اكس زد اللي هم T2G اللي اخذناهم، والدي اكس تربيع ناقص واي تربيع والدي زد تربيع اللي هم ايش؟ EG. اوكي EG. فبدنا نشوف، بدنا نصير نرسم دياجرام كامل. هذا الدياجرام بتضمن مدارات الليجند بالإضافة إلى مدارات إيش؟ الميتل. فخلينا نشوف بشكل عام كيف لما يكون في عندي سيجما بوندينج، إحنا نحكي بعدنا على رقم واحد اللي هو السيجما بوندينج، كيف رح يكون توزيع المدارات، كيف رح يكون توزيع إيش المدارات. أوكي، ففي عنا، خلينا نرسم هون، نبلش رح نرسم أول إشي الليجند. كم من ليجند أنا في عندي؟ حكينا بالأكتاهيدرال، how many ligands I have؟ How many ligands do I have in octahedral complex? بالضبط يا رؤى، 6. إذن في عندي 6 ligands. يعني كم من مدار لازم يكون في عندي؟ 6 مدارات. فالست مدارات اللي هم A1G والT1U والEG، تمام؟ اللي هم هدول orbitals from ايش؟ from ligands. orbitals from ligands. بالمقابل رح يكون في عندي اللي هم مدارات الدي اوربيتلز. طبعا انا عشان الرسم مش يعني ححاول اني يكونوا جرابات جراب من بعض، اللي هم الثري دي اوربيتلز اللي هم التي تو جي زائد الاي جي اللي هم 1 2 3 4 5، بالاضافة الى الفور اس اوربيتلز اللي هي الاي 1 جي الليبل تبعها، بالاضافه الى كمان الفور بي اوربيتلز اللي هم تي 1 يو الليبل تبعهم اللي هم اكم من 1 1 2 3. فاذا هون رسمنا مدارات الليجنز، وهنا حيكون ايش؟ هنا مدارات مين هذولا؟ الميتال ايون. إذن هون الميتال أيون وهون اللي هم الليجنز. فإذن بالمنتصف إيش رح يتكون المفروض؟ اللي هو الكومبلكس. أوكي، فبالمنتصف رح يتكون إيش؟ رح يتكون الكومبلكس. فشو رح يصير بتوزيع المدارات؟ أنتوا عارفين لما يصير عملية overlap تداخل ما بين المدارات، في إشي طاقته رح تقل، في إشي رح طاقته رح تزيد، زي السيجما ستار والسيجما والسيجما ستار والباي والباي ستار. فبالكومبلكس رح يتكون عندي مايلي، رح يكون توزيع المدارات مايلي. رح يتكون عندي هون، رح يكون في عندي A1G، ورح هون يكون في عندي T1U، ورح يكون كمان في عندي هون ايش؟ الاي جي، وكمان رح يكون في عندي هون تقريبا اللي هي ايش؟ التي 2 جي، الاي 1 جي بوندينج تي 1 يو، وفي عندي الاي جي، وفي عندي ايش؟ التي 2
جي، وبعدين رح يجي عندي هنا اللي هي الاي جي ستار اللي هي النون بوندينج، اوكي اي جي ستار اللي هي الانتي بوندينج، واخر اشي اعلى اشي بالطاقه رح يكون في عندي الاي 1 جي ستار، وهنا رح يكون في عندي اللي هم تي 1 يو ستار. اوكي، فاذا احنا بنحكي انه الاي مع الاي رح يعطيني A1 و A1 star، T1U مع T1U اللي رح يعطيني T1U اللي هي bonding مع T1U star اللي هي anti-bonding، وفي عندي هون ايش كمان الEG رح يصير overlap مع الEG، رح يعطيني EG مع EG star اللي هم anti-bonding. فشو ضل عندي هون T2G؟ هل في إلها إشي هون يصير overlap معها؟ لا، فهاي فعلياً T2G هاي إيش منسميها إذا هي ما ارتبطت مع أي إشي؟ إيش منعطيها الرمز؟ bonding ولا anti-bonding ولا في عنا اسم ثالث إلها؟ شو منسميها هاي لما يكون ما في إشي ترتبط معه، ما يصير في بيناتهم تداخل؟ bonding، anti-bonding، وفي عندنا نوع ثالث، نوع ثالث اللي ما بصير ارتباط، هذا ايش بنسميه؟ حركوا مخكم شوي، اخذتوه المفروض بالموليكولار اوربيتال ثيوري. كم من نوع اخذتوا مدارات؟ اخذتوا في شيء اسمه بوندينج وفي شيء اسمه انتي بوندينج، والنوع الثالث ايش؟ شو؟ مش لهالدرجة ناسين كل شيء. non bonding orbitals. اوكي، هاي non bonding orbitals بتكون ايش؟ fully localized on the metal. Non-bonding orbitals fully localized where in on the metal. تمام؟ فإذا A1G مع A1G هنا بيعطيني A1G bonding و A1G star. T1U مع T1U بيعطيني T1U T1U star، والEG مع الEG هنا بيعطوني EG وEG إيش؟ ستار. تمام؟ لأنه إذا بتتذكروا ليش الEG مش T2G؟ لأنه لما عملنا السبليتنج عملنا زي هيك، صح؟ T2G وEG، فمين اللي طاقته أعلى؟ مين اللي معرض لأنه يكون للمجتمع الخارجي؟ خلينا نحكي، هل هم T2G ولا الEG؟ مين اللي طاقته أعلى؟ الEG. فالEG هو بيكون الخارجي ولا الداخلي مقارنة بالT2G؟ خارجي. فالإيش الخارجي رح يرتبط ولا الداخلي المفروض يرتبط مع الإشي اللي رح يعمل له أتاك؟ خلينا نحكي الخارجي. عشان هيك الإي جي للأوربيتال مع الإي جي لإيش؟ للميتال. وضل عندي التي تو جي اللي هم داخليات، هدول اللي مسميناهم نون بوندينج. تمام؟ فإذا هاي هي هيك منوزع توزيع طبعا الإنرجي، أكيد بتزداد دايما من أسفل إلى أعلى. طيب إذا إجينا لما أخذنا السبليتنج والكريستال ثيوري، هاي المسافة هاي سميناها إيش؟ دلتا إيش؟ دلتا أو، صح؟ اللي هي الفرق في الطاقة ما بين مدارات التي تو جي وما بين مدارات الإي جي بشكل عام. فلو إجينا على الرسمة هاي، وين رح يكون الدلتا أو؟
موجودة ما بين إيش وإيش؟ ما بين أي مدارات؟ البندق مع الانتي بندق. بالضبط. هاي التي تو جي مع الإي جي ستار هي رح تكون هي الدلتا إيش؟ الدلتا أو. هي رح تكون اللي هي الدلتا أو. تمام؟ واضح؟ تمام دكتور. فبدنا إيش؟ ندير بالنا على كيف نوزع إيش؟ المدارات. كيف نوزع المدارات؟ هاي الرسمة لمين حكينا؟ لأي نوع؟ أكتهيدر. آه لأي نوع، لأي نوع من أنواع الليجنز حكينا؟ سيجما بوندينج. سيجما بوندينج. تمام؟ طيب شو ممكن نستفيد من السيجما بوندينج أو هاي الرسمة؟ ممكن طبعاً إني أحدد قيمة الدلتا أو، ممكن أكتب التوزيع الإلكتروني، ممكن أحدد الهومو واللومو. تتذكروا الهومو واللومو ولا ما بتتذكروهم؟ لا ما أتذكرهم. نتذكرهم. وممكن كمان أحدد الميو، يعني أي إشي، أي الحسابات كلها ممكن إيش إني أحسبها من خلال الرسمة هاي. فديروا بالكم تدربوا بحيث إنه تقدروا ترسموا بشكل صحيح. كيف ممكن نأخذ مثال إنه ما ينطبق على السيجما بوندينج كأمثلة، ينطبق على إيش؟ على الباي بوندينج والباي السيجما بوندينج والباي بوندينج. مثال بحكي لك المثال صيغته: suggest an interpretation of MO CO by 6. Suggest an interpretation of MOCO by H by 6. تمام؟ فهنا باجي بطلع كم من ليجند عندي؟ six CO ليجندز. بشكل عام كل ليجند كم من الكترون رح تعطي؟ كل ليجند كم من كل ليجند كم من الكترون عاده بيكون عندها؟ واحد بس الكترون. هي الليجند عشان تعمل عمليه كوردينيشن بيكون فقط عندها إلكترون واحد. اللويس أسيد واللويس بيز لما عرفناهم إيش عرفناهم؟ شو تعريف اللويس بيز؟ اثنين. شو تعريف اللويس بيز؟ أنا قصدي هي تعطي واحد إلكترون مش What is the definition of a Lewis base? A donor electron. Electron pair donor. إلكترون بير دونر اسمه، يعطي زوج من الإلكترونات. عمكم شفتوا ليجن عندها إلكترون واحد فقط؟ هي إلكترون بير دونر، فمعناته كل ليجن رح أكمل إلكترون تعطيني زوج إلكترون، إلكترونين. كل ليجن رح تعطيني إلكترونين، زوج من الإلكترونات. أوكي؟ فإذا
كم من إلكترون معناته هنا number of electrons شو رح يساوي؟ 6 ضرب 2 ويساوي 12 إلكترون. إذا في عندي أنا 12 إلكترون رح يجوني من مين؟ من الليجنز. نيجي هلأ على الميتال اللي هو المولبدينوم. المولبدينوم كم الأكسيديشن نمبر إله هون؟ كم الأكسيديشن نمبر للمولبدينوم؟ يلا هاي المركب عندكم السي او شو شحنتها؟ إلها شحنة ولا متعادلة؟ السي او شو شحنتها؟ متعادلة ولا إلها شحنة؟ متعادلة. متعادلة معناته متعادلة. يحسبوا لي الأكسيديشن ستيت. كم الأكسيديشن ستيت برأيكم هنا للمولبدينوم؟ شو كم الأكسيديشن نمبر للمولبدينوم؟ زيرو. يعني شو بدها روح عند القاضي هي؟ ما هيها متعادلة، في شحنة أنا حاطت لكم هنا معناته صفر، متعادلة. إذا X زائد صفر تساوي صفر. إذا X تساوي صفر وهي متعادلة CO، فالمولبدينوم إذا متعادل، أكسيديشن نمبر إله زيرو. فبدي أكتب التوزيع الإلكتروني للمولبدينوم. فالمولبدينوم التوزيع الإلكتروني إله هو عبارة عن كريبتون 5s 3d 5s 3d 5 زي ما انتم شايفين. معناته كم من الكترون رح يعطيني المولبدينوم الخارجيات؟ سوري 4 هاي 4. معناته كم الكترون في عندي؟ كمان 6 الكترون. اذا التوتال نمبر اوف الكترونز كم رح يكونوا يساوي 12 زائد ايش؟ زائد 6 ويساوي 18 الكترون. 18 ايش؟ الكترون. تمام. فلما بدي انا اجي اوزع الالكترونات راح اكتب بالطريقه هاي اللي هي A1G احسن ما اضلني ارسم T1U EG T2G وبعدين بنكمل الA1G. كم من الكترون راح ياخذ؟ كم من مدار؟ كم من نوع عندي؟ الكترون واحد، سوري مدار واحد راح ياخذ الكترونين. T1U اللي هم 3 معناته في عندي 6 2 6 8. الEG 4 والT2G 6. فكم مجموعهم هذول اللي وزعناهم؟ 6 و4 10 و6 و2 8 18 الكترون. فهيك بنكون وزعنا 18 الكترون اللي هو 12 الكترون من الليجنز و6 الكترونات من الميتال. اكيد يعني هذا المثال رح نرد ناخذ عليه امثله ثانيه المحاضره الجاي. فهي الطريقه. فانا اللي بدي اياكم بدي بينكم عشان ما انه تستهلكوا ورق انه نصير نكتب بالطريقه هاي كانه توزيع الكتروني عادي، نكتبه افقي من الشمال لليمين. هاي مجرد هيك مثال توضيحي. هذا ايش اكتبوا عليه؟ مثال توضيحي. اوكي، لانه رح المحاضره الجاي نكمل. احنا اخذنا فقط السيجما بوندينج، رح المحاضره الجاي ناخذ الباي بوندينج. اوكي، والباي بوندينج نوعين، اما باي دونر او باي اكسبتر.
وراح يكون سواء هيك ولا هيك راح يكون الرسمة اللي رسمناها تختلف ما بين الباي دونر والباي أكسبتر والسيجما بوندينج. راح ناخد بالتفصيل كيف نرسم هدول الرسمات، وراح ناخد أمثلة بالتفصيل كيف نوزع الإلكترونات على المدارات. هذا إن شاء الله كله راح ناخده المحاضرة الجاي. تمام؟ تمام دكتور، لو سمحت بس سؤال عن الامتحان، راح يكون one way ولا two ways؟ بعدني ما قررت. طيب قرر انه two ways. ان شاء الله نشوف ان شاء الله. اوكي ان شاء الله نلتقي يوم الاحد القادم، اعطيكم العافيه. طيب دكتور راح يكون ساعه كامله بس هذا اخر سؤال. ساعه الامتحان ساعه. تمام يسلموا. اوكي يعطيكم العافيه.